مش مكتوب أنا هو مجرد خبز حياة لأي حياة، لكن علشان الروح القدس يؤكد يذكر كلمة الخبز الحي. ومعروف في لغتنا العربية التي نحبها عندما تأتي أدوات التعريف لا للتخصيص، ليس خبز كنوع من أنواع الخبز، لكن يسوع الخبز الحي. من يقبل إلي شخصيا لا يجوع، من يأكلني يحيا. طعام شخصي، طعام شخصي من شخص المسيح العظيم لكل من يرغب في الحياة الروحية والحياة الأبدية.